ولتسليط الضوء أكثر على استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن ومحاولاتها ضرب استقرار المنطقة، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي اليمني محمد الأحمري. أهلا بك معنا سيد محمد. مرحبا بك أخي العزيز. أهلا بك سيد محمد. بداية، إلى أي مدى يمكن أن تحدد الحرب في مأرب السيناريوهات القادمة لمصير الحرب في اليمن بشكل عام؟ مساء الخير لك والمشاهدين، ونسأل الله أن يتقبل الصيام والقيام للجميع. والحقيقة أن ما يتعلق بمعركة مأرب، هذا التصعيد الأخير لميليشيا الحوثيين منذ نحو شهرين أو أكثر، تحاول من خلاله الميليشيا الحوثية تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض، خاصة في ضوء الحراك السياسي والدبلوماسي الدولي الذي يطالب بإنهاء الحرب والانخراط في تسوية سياسية. عوامل عدة إقليمية ودولية ساعدت ميليشيا الحوثيين، ومحلية أيضا ساعدت ميليشيا الحوثيين أو فهمت منها ميليشيا الحوثيين أن هناك ضوءا أخضر لتصعيد عملياتها العسكرية وهجماتها ضد محافظة مأرب. أولا، هذه المحافظة طبعا محافظة مهمة واستراتيجية، وهي محافظة نفطية وغنية بالثروات، والميليشيا الحوثية تستميت في محاولة السيطرة عليها من أجل وضع يدها على آبار النفط في هذه المحافظة، وربما لن تتوقف شهية الميليشيا عند محافظة مأرب، ربما ستعاود اجتياح محافظة شبوة أيضا، وهي محافظة أخرى نفطية وغازية مهمة، وربما أبعد من ذلك. العوامل المحلية، فشل الحكومة الشرعية وعجزها وارتهانها وبقائها خارج الجغرافيا اليمنية طوال الفترات الماضية، وعودتها القليلة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وعدم قدرتها على ضبط إيقاع الحرب باتجاه الحسم وإنهاء مشروع الحوثي، وهذا ما انعكس بالطبع على أداء مؤسسة الجيش بطبيعة الحال. ناهيك أيضا عن سوء إدارة ملف الحرب عموما من قبل التحالف في اليمن، وعدم الاهتمام بشكل أكبر في تزويد قوات الجيش بالأسلحة النوعية من أجل إحراز تحول عسكري حقيقي في مسرح العمليات، والاكتفاء فقط بغطاء جوي ودعم قليل من شأنه فقط منع الهزيمة، لكنه لا يساعد في إحراز تقدم عسكري حقيقي ينهي سيطرة الميليشيا الحوثية على محيط محافظة مأرب ويجعلها محاصرة في العاصمة صنعاء. الأمر الآخر والأهم هو إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة رفع اسم ميليشيا الحوثيين من قائمة الإرهاب. هذا الأمر أعطى ضوءا أخضر لميليشيا الحوثيين لتصعيد عملياتها العسكرية على محافظة مأرب. أود أن أشير أن مأرب أيضا تستضيف أكثر من 2 مليون نازح من عموم محافظة الجمهورية، معظمهم هربوا من بطش ميليشيا الحوثيين في مناطق سيطرتها ولجأوا إلى مأرب، ولكن اليوم هم مهددون بالرحيل والنزوح مرة أخرى إلى المجهول طبعا، ولا يمكن التنبؤ بحجم الكارثة الكبيرة والإنسانية التي تنتظر هؤلاء النازحين في محافظة مأرب. للأسف الشديد، هذه العوامل كما أشرت منحت الميليشيا الحوثية فرصة لحشد قواتها وتعزيز جبهات القتال في محافظة مأرب. منيت ميليشيا الحوثيين بطبيعة الحال بخسائر كبيرة وفادحة في العتاد والأرواح طوال هذه الأسابيع الماضية، خسائر كبيرة جدا في صفوف ميليشيا الحوثيين، لكن مع ذلك أيضا الميليشيا لا يمكن التعويل على خسائرها البشرية في إمكانية كسرها عسكريا، لأنها تغرف من مخزون الكثافة البشرية الواقعة تحت مناطق سيطرتها، مستغلة الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة لليمنيين في تلك المناطق، والتج بالشباب في محارق الموت على جبهات. نعم سيد الأحمدي، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حذر أو قال أن هجوم الحوثيين على مأرب
يعني سبب معاناة إنسانية فادحة في الوقت الذي يعني كما ذكرت رفعت أمريكا اسم الحوثيين من قائمة الإرهاب. السؤال هنا يعني التقدم على هذه الجبهة إلى أي مدى سيساعد في رفع المعاناة عن اليمنيين هناك؟ أعتقد أن بالنسبة لميدانيا يعني الجيش الوطني في مأرب ومسنودا برجال القبائل وأبناء مأرب الشرفاء يرفضون بطبيعة الحال ويستميتون في الدفاع عن أرضهم وعرضهم، ولا يمكن التفريط بمحافظة مأرب وهم يرون ويشاهدون بشاعة هذه الميليشيا وانتهاكاتها وجرائمها وسحقها للكرامة الإنسانية في مناطق سيطرتها، وبالتالي قرروا وعزموا على ألا تسقط محافظة مأرب أو على ألا يتنازلوا شبرا واحدا لهذه الميليشيا الإجرامية، ولا يمكن القبول بسلطتها على محافظة مأرب. ومعنويات الجيش هناك مرتفعة، ويعني المعلومات أيضا الواردة من محافظة مأرب تؤكد أن الجيش استطاع كسر هجمات الميليشيا الحوثية خلال الساعات والأيام الماضية واستعاد مواقع عسكرية. ما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي للأسف تنم عن حالة من الازدواجية لطالما كانت جزءا من السياسة الأمريكية تجاه الملف اليمني، تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الملف اليمني بشكل يعني غير جاد، ولا ينم عن معرفة على الأقل أو نية حقيقية لوضع حد لمأساة اليمنيين. هذه التصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع. نعم. يتحدث عن مأساة إنسانية محتملة، هناك مأساة إنسانية اليوم، مخيمات النازحين تتعرض لقصف ميليشيا الحوثيين باستمرار، وهجمات الميليشيا الحوثية لم تتوقف ضد الأحياء السكنية في محافظة مأرب وتسفر عن ضحايا مدنيين أطفال ونساء باستمرار. نعم. سيد الأحمد. لكن المشكلة هل الولايات المتحدة الأمريكية ستعاود إدراج ميليشيا الحوثيين في قائمة الإرهاب؟ في هذه الحالة سندرك مدى جدية الولايات المتحدة الأمريكية فعلا في وضع حد لمأساة اليمنيين. في المقابل كيف تقرأ تعرض السفينة NCC الدمام للهجوم قبالة ميناء ينبع، وهل هو يعني رد لربما على هزائم الحوثيين على جبهات عدة منها مأرب؟ ليس الهجوم الأول بطبيعة الحال، ميليشيا الحوثيين تستغل يعني كل ثغرة ممكنة لشن هجماتها بحرا وجوا، ترسل الطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المنشآت الحيوية النفطية والتي تمثل عصب الطاقة النفطية للعالم في المملكة العربية السعودية، وترسل أيضا قوارب مفخخة باستمرار وتزرع ألغام بحرية في خطوط الملاحة الدولية، وبالتالي هذه الميليشيا ليس لديها أي شعور بالمسؤولية السياسية أو الأخلاقية أو القانونية، ويعني هي وجدت لتقاتل وتحارب إلى ما لا نهاية للأسف، وبالتالي ستظل ميليشيا الحوثية تهدد يعني خطوط إمدادات الطاقة في البحر الأحمر وبحر العرب و أيضا في المنشآت النفطية في عمق الأراضي السعودية. شكرا جزيلا لك، عبر سكايب من اسطنبول كنت معنا الصحفي اليمني محمد الأحمدي.